السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الكيك اللي كيجي اكثر من رائع، كيف ما كتشوفوا معايا فالشكل ديالو كيجي على هذا الشكل هذا، وكذلك المذاق ديالو لذيذ ومختلف. طبيعه الحال الا بغيتوا تعرفوا معايا المكونات ديالو وطريقه التحضير فما عليكم الا تتابعوني الى الاخير، ولا كنتو جداد على القناه ما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. ولا عجبتكم الوصفه اليوم ما تنسوش انكم تبارطاجيوها مع الاهل والاحباب باش تعم الفائده، ونبداو على بركه الله. بالنسبه للمكونات ديال هاد الكيك هادي او لا، هي نوع من البسبوسه ولكن بالبيض. فعندنا كاس الى ربع من الزيت، جوج بيضات، ملح، سكر حبيبات او سنيده، الحليب، السميده الرقيقه الخاصه بالحلويات، جوج خمارات من فئه 7 غرام، واحد الكيس ديال الفاني، ونبداو على بركه الله. فاول مرحله غنبدا بها الحليب كان في الثلاجه، فغادي ناخذ واحد جوج الكيسان، يعني غناخذ نعبروا بكيسان ديال العنبه اولا الكاس شاي اللي كنشربوا به اتاي بطبيعه الحال. غادي نوضع جوج ديال الكؤوس، بسم الله. غادي نضيف الكاس الثاني، ثم غادي نوضعهم فوق النار حتى كيدفاو، فقط يدفاو ما يسخنوش، غير يكونوا دافيين، يعني نحيدوا لهم ديك البروديه ديال الثلاجه ونوضعوه جانبا. غادي ناخذ واحد الاناء غادي نوضع فيه البيضات، بسم الله. بالنسبه للمقادير مضبوطه غادي نخليها لكم اسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف، بالنسبه للاخوات اللي كيطلبوا المقادير مكتوبه. غادي نضيف واحد 4 ديال الملاعق كبيره من السكر حبيبات او سنيده، وغادي نطرب مزيان البيض مع السكر حتى كيدوب السكر، تنخدموه مزيان. من بعد غادي نضيف الكيس ديال الفاني، وغادي نضيف رشه من الملح، هنا بعد ما طربت مزيان البيض مع السكر فحصلنا على واحد الكريمه اللي هي على هذا الشكل هذا. فهنا كنكتفيو بالطراب اليدوي فقط. غادي نبدا باضافه الزيت اللي كنضيفوه عبر المراحل، فهاد الطريقه اللي كنطربوا بها البيض مع الزيت هي اللي كتعطينا هاد الخفه للكيك او للبسبوسه ديالنا او كيما بغيتو تسميوها. فانا اي حاجه فيها البيض كتولي تسمى عندي كيك، ما كتبقاش، لان البسبوسه ما كنوضعوش فيها البيض. فهنا حصلنا على كريمه ليا على هذا الشكل هذا. ثم غادي نجيب الحليب اللي دفيته، وغادي نبدا كنوضع الحليب وانا كنطرب. كنطربو مزيان حتى كنحصلو على خليط اللي هو على هذا الشكل. هنا غادي نوضع الخليط جانبا، وغادي ناخذ واحد المول اللي كندهنها بالزبده مزيان، كندهنوها مزيان من الجوانب ومن الوسط. ثم غادي ناخذ كميه من السميده الرقيقه، يعني كميه مهمه، وتنطلقوها هكا في المول على الجوانب وفي الوسط بطبيعة الحال. صافي، بالنسبة لهذا الفائض اللي غادي يبقى فأنا غادي نوزعه في التحت ديال المول، كنخليه ها
هكا باش الكيك ديالنا ما تلصقش في المول. صافي، هنا غادي نوضع السميده، لان كيفما كتعرفوا السميده كتشرب، ما كيخصهاش تخدم وتبقى واحد المده طويله. هذاك علاش انا دهنت المول هي الاولى، وسخنت الفران على درجه حراره 180 من الفوق ومن التحت. ثم كنضيف السميده. عندي هنا غادي نضيف 3 كيسان ونص ديال السميده الرقيقه خاصه بالحلويات، وغادي ندخلها في الخليط. يعني ما كتحتاجش واحد الدلك، غير فقط ندخلوها في الخليط ونحسوا انها شربها فقط. هنا غادي نضيف واحد نصف كأس من السميدة الرقيقة. فالسميدة دائما نوضعوها عبر مراحل، لأن كاين السميدة فيها أنواع، كاين السميدة اللي كتشرب، وكاين السميدة اللي ما كتشربش السوائل. فهذا الكأس الرابع غندير منه فقط نصف. ثم غادي نجيب الخمارات، عندي 2 خمارات من فئة 7 غرام. كنقوم بالنخل ديالهم، وغادي ندخلهم في الخليط. كيف ما كتشوفوا معايا الخليط كيجي على هذا الشكل، ماشي خفيف وماشي ثقيل. غادي نوضعها في المول، وغادي ندخلها للفرن طيب من الفوق ومن التحت حتى كتحمر. تقريبا كتاخذ معنا واحد 30 دقيقة. غادي ندخلها الطيب ونرجع معكم بعد ما كنمسح لها الجوانب. ضروري كننضفوا لها هذوك الجوانب. غادي ندخلها طيب ونرجع معكم. شوفوا معايا الشكل ديالها هنا بعد ما خرجناها من الفرن، فهي كتجي على هذا الشكل. كنقلبها بواحد العود، كيف ما كتشوفوا معايا راه هي ما لاصقاش بهذاك الفعل، هذيك السميده اللي وضعت فيها. غادي نوضعها في واحد الشبكه، نجيب واحد الشبكه نحطها فيها نقلبها. كيف ما كتشوفوا معايا راه هي كتجي محمره من الفوق ومن التحت. غادي نزول لها داك الزائد صافي، وغادي نوضعها في واحد اناء ديال التقديم. كيف ما كتشوفوا هنا غنخليها تبرد شويه عاد باش غادي ندوزو باش نزينوها. هنا بعد ما بردات لنا الكيك ديالنا، فغادي نزينها بمربى المشمش. فهذا علاش انا ما وضعتش كميه كبيره من السنيده، لان المربى هو فيه واحد الحلاوه ديالو، وكذلك كيعطيها واحد المذاق رائع جدا. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في تعليقاتكم، فهي كتجي ناجحه ولذيذه بزاف وخفيفه، كتجي خفيفه من الوسط. ثم انا غادي ناخذ كاوكاو مهرمش، يعني تقدروا تزينوا باي حاجه عندكم، اللي عنده اللوز، اللي عنده فيرميسيل دو شوكولا، اي حاجه تقدروا تزينوا بها، ولا الكوكو. هنا بعد ما زينتها فغادي نقطعها، تشوفوها معايا من الداخل، فهي كتجي طالعه وكتجي خفيفه، وكذلك المنظر ديالها كيجي زوين بزاف وسهله في التحضير. كنحضروها في واحد الوقت اللي هو وجيز جدا، يعني ما كنتعطلوش فيها كما كتشوفوا. فهي كتجي على هذا الشكل، وما بقى لي الا نودعكم. نخليكم مع الصور، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.
هذيك البلوكه حلوه حلوه وزين جدا يعني ما كنتعطلوش فيها، انتما كتشوفوا فهي كديرها سكن. ما قال لي نبداكم نخليكم مع الصور ولا نلقاكم في فيديو قريب ان شاء الله.